السلام عليكم يا شباب، معكم محمد من قناة جوان جيمر. أتمنى لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. سأتمم مهامتي بيني بالطبع. سأذهب إلى تلك العلامة وأعود إليكم. سلام. يبدو أن بعض البولز يريدون تنبيني في أمر مهم. سنرى ما هو هذا الأمر الذي يريدونني فيه. أضع السيارات هنا. حسنا، سأذهب إلى العلامة الآن. هي هنا. نعم نعم فوق تلك التلة. كين أوف تو هي، هذه اسم المهمة. تو باز هاف انفرنسون تيل مان دي مارتين بيو بانك. ما هذا؟ إنه زعيم البولز. إنه كين. ماذا؟ يريدون قتلي. لا بأس، سحقا لكم. لقد وقعت في الفخ. سحقا سحقا، لن تكوني نهايتي على يديكم أيها الحمقى. تريدون قتلي ها؟ لا بأس، هل هذا تسمونه فخا؟ أيها الأغبياء، أنتم تعلمون من أكون. هل تريدون أن أفعل بكم كما فعلت للفاغوس؟ يا لكم من حمقى. أنا أساعدكم كثيرا وأنتم تفعلون هذا لي. هكذا، هذا هو جزائي أيها الحمقى. يا لكم من حمقى كبار. من يريد أيضا؟ فليأتي إلى هنا. مجموعة من الحلقة. لن تكون هزيمتي بأيدي الخريفين والعجائز مثلكم. كل ما علينا فعله الآن هو انتظار الوقت حتى نخرج من هذا الفخ الذي وضعونا فيه. لازلت هنا. تعال وواجهني أنت أيضا. أم أنك تخاف مني يا زعيم البولز؟ لا بأس. هل مات؟ لا، ليس بعد. لقد ذهب. تعال وارجع وواجهني أيها الجبان. لقد فرك الجبناء، ولكنه سيموت عما قريب على يد شخص آخر كالسي جي. إذا تذكرتم أحد المهام سيقوم سويس بالذهاب إلى المقبرة، وهناك سيلتقي بكين زعيم العصابة. لم يبقى إلا 13 ثانية. حصلنا على نجمة. قد تكون مجرد خطأ في اللعبة، لأنه لم أفعل أي شيء. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المهمة. كنت على وشك الموت. حسنا، أعود إلى السيارة. إذا يا شباب، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك، اشتركوا في القناة. يبدو أن هذه المهمات التي أنجزناها سابقا فهي مهام سهلة، ولكننا سنبدأ في المهام الصعبة منذ هذه اللحظة. ترقبوا الحلقات القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في الحلقات المقبلة إن شاء الله.